السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف نموذج عملي ازاي بنعلم الكمبيوتر، تمام، اللي هو التعلم الآلي. هتلاقي عندك هنا في الموقع دوت ان انا ممكن اقول له اعلمه حاجات خاصة بالصور، حاجات خاصة بالصوت، حاجات خاصة بالحركة، تمام. ممكن اخد مثلا حركة معينة، مثلا هرم كده، هو يتعرف على الحركة دي. طيب لو انا قلت له ايمج بروجكت، فبيقول لي عايز ستاندرد ولا عايز تعمله امبيدد ايمج موديل. طيب خلينا ستاندرد دلوقتي. في اختيارين، في ان انا اقول له ويب كام، ان انا افتح الكاميرا، وفي ان انا ارفع شويه صور، تمام. هحط هنا نوع معين من الصور وهنا نوع معين من الصور، ولازم احط كل الصور اللي عندي. يعني انا لو عندي 100 صوره ممكن اديله 90 وخلي 10% يبدا ان هو يتعرف عليها. طيب خلينا مثلا اقول له ان انا عايز اضيف صور. طيب هبدا اختار من هنا، وليكن مثلا دي صور قطط. هبدا اقول له مثلا عايز احمل الصوره ديت. هعمل فولدر للقطط، بتديله كميه كبيره من الصور. يعني لما تديله 5-6 صور بيبقى الموضوع صعب، انما لما تديله 2000-3000 صوره بيبقى الموضوع بالنسبه له سهل كتير. وده جزء اساسي من حاجات كتير جدا، ان هو يتعرف على الصور ويتعرف على العناصر الموجوده في الفيديو وهكذا، تمام. تيجي بقى على مثلا نحط صور تانية، ممكن تحط صور مثلا عربيات، يبقى فيه مثلا عربيات وصور كذا، تمام. طيب خلينا فعلا نجيب حاجه تكون مختلفه شويه. بار تبدا بقى تعمل سيف للصور ديت. لذلك بيكون قوه لما تكون رابط نفسك مثلا بموقع زي الفيسبوك، بحيث بيستفاد بكل المعلومات اللي موجوده. بار مثلا طيب هنرجع بقى هنا بقى للموديل، واقول له مثلا ان انا عايز اضيف صور. ممكن تضيفها من جوجل درايف او تضيفها من فولدر يكون عندك. هقول له مثلا كات، واقول له كل دول كات، تمام. طيب واسمي ده كات، وهنا هتسمي كار مثلا اهو، وابلود، وتبدا تضيف مثلا العربيات. هو بقى بقول له تريننج، فبيبدا يتدرب ان هو يتعرف على الدول ودول. وتقدر تضيف كلاس تاني، يعني تقدر في مثلا طيارات، في غواصات والحاجات دي كلها، تمام. بدا يتعرف على الصور، تريننج، بيبدا يتدرب عليهم. دلوقتي بقى بيقول لك ان هو جاهز ان هو يتعرف على اي صوره تديها له، تمام. ممكن اقول له من الويب كام، او ممكن اقول له ان انا عايز اقدر اضيف اي صوره. يعني ممكن بدل الويب كام اقول له فايل، وتبدا بقى تفتح صوره. طيب خلينا نشوف عربيه كوتش احنا حملناها. وتيجي هنا وتقول له حمل لي الصورة ديت. قال لك هي دي بنسبة 99% دي كور. مع كتر الصور بيبقى النسبة 100%، بس نسبة 99% مش نسبة صغيرة. ممكن تقول له كاميرا وتبدأ تشغل الكاميرا ويبدأ ان هو يتعرف. فده من ضمن المواقع اللي بيبقى فيها فكرة التعلم الآلي، ان انت بتدرب الكمبيوتر، تعلمه حاجات كتيره، تمام. تقدر تبدا مشروع جديد وتقول له انا عايز. طيب الموديل اللي احنا عملناه ده انت تقدر ان انت
تحتفظ بيه، يعني بحيث ان انت ممكن في برامج تانية تقدر تاخد الموديل ده وتشتغل عليه، ما تبدأش من الصفر يعني. فبعد ما تخلص ممكن تقول له اكسبورت موديل ويتصدر الموديل دوت، ممكن تعمل له ابلود او داونلود، وتعمل له داونلود بكل التعريفات اللي هو تعرف عليها.